والبوليس ما وصلش الحاجه لحد دلوقتي. البوليس هيعمل ايه بس؟ دول عفاريت عفاريت، مفيش غير كده. التراجيز كلها مقفوله زي ما هي. اشربي يا حبيبتي. لا يكون الواد ده اسمه ايه؟ الواد الحليوه. طب هيخش ازاي؟ شفتي انت مخك وصلك لحد فين؟ انا مش قصدي فتوح، قصدي نصحي. نصحي ده مليونير، ولا بقى جات له حال الجنان يسرقني ويسرق نفسه. فعلا دي حاجه اتعفرت. سنية، مساء الخير. مساء النور. انت خارج ولا ايه؟ طالع استرزق كده في نص الليل. اصل في حتت ما ينفعش فيها الاسترزاق للارادات هي الا في نصاص الليالي وتجيب اكتر. يعني ما ينفعش اقعد معاك شويه؟ قوم بطل شغل بقى. اوعى تكون بتزوغ مني يا فتوح. ازوغ منك ازاي بس يا سنية؟ وفين هو؟ انا ليا غيرك. انت مش قلت هتكلم ابويا وتقرا الفاتحة؟ طبعا هكلمه، بس انا مستني لغاية ما الاقي كده شغلانة علشان املى عينك وعجبك وتحترميني. صحيح يا فتوح. الله الله الله، صحيح. ما بتصدقنيش ولا ايه؟ طب امتى ده كله هيحصل؟ انا مستني بس لغاية البوليس ما يسهى عني شوية ونهج انا وانت من هنا على طول. وسمسم عامل معاك ايه الايام دي؟ شغال كويس؟ سمسم ده هو اللي بيفتح لي ابواب الرزق. ولما هي ابواب الرزق مفتوحة مش بنتجوز ليه؟ ما انا انا اصلي بلم قرشين علشان اديهم لمقاول الانفار يعمل لي عقد عمل بره زي زقلط. يبقى نتجوز بقى. معقول يا سنية؟ يعني اتجوز من هنا واسافر من هنا؟ يقولوا ايه بقى الناس؟ يقول العريس اتجوزها وطفش. لا لا يا سي فتوح. سنية سنية يا لهوي كده. ابوك نادح عليك. يا لهوي يا لهوي. يلا بقى يا سمسم نروح نلقط رزقنا. يلا انت بتغير ولا ايه؟ لا ما فيناش من الغيره. يلا تعالى هات بوسه. هات بوسه. زعلان مني بجد ولا ايه؟ هات بوسه. هات بوسه. هات بوسه. كده؟ طب انا زعلان بقى. هات بوسه. كنت فين يا سنية؟ كنت بدور على الواد حمدي، اصله اتاخر قوي قلت استنى بر. لا لا ما تخافيش عليه، حمدي دلوقتي بقى راجل. يلا خش نام انت خش.
ثانية. صباح الخير. صباح النور. أصل أنا كنت عاملة شوية شوربة كوارع قلت أدوقها لك. تعيش يا ثانية. ده أنا عاملة شوربة من الصبح. إنما قول لي أنت كنت فين طول الليل إمبارح أنت والقرد؟ بنلقط رزقنا. شوف بقى يا صاحبي، انت تاخد مزاجك وتسيبني انا بقى في حالي. لا لا يا سيدي انا في عرضك. انا بحبك يا سيدي. واخره الحب ده ايه؟ هتجوزك. والله والله العظيم والله العظيم هتجوزك. انت حلفت؟ اه ايوه حلفت. حلفت لي؟ اخر مره شفت فيها حاجتك اللي راحت. ما انا قلت كل حاجه. يعني مفيش حد كان غيرك في الشقه؟ لا مفيش. ها للاسف لغايه دلوقتي مفيش اي اثر يدل على دخول حد الشقه. يعني ايه؟ بدون عصبيه يا هاني. يا هاني بالحرام يخش ويخرج ازاي والشقه مقفوله ومتربسه؟ الست دي بلغتها كتير قوي وجايز تكون قصد حاجه من البلاغ ده احنا مش عارفينها. وبعدين الحاجات اللي بتديها سيرتها دي كتير كتير قوي. على كل حال نراقب الساغة والجوهرجية، وكانت التحريات بتقول ان ضيوفها كتير وبعضهم